السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، أهلا وسهلا. اليوم إن شاء الله الموضوع شوية مختلف. اليوم إن شاء الله غنزينو بلاطو ديال الخطوبة لتقديم الحليب والتمر خاص بالخطوبة أو العروسة. عندي هنايا مراية مستديرة الشكل، غادي ان شاء الله نوريكم كيفاش نبدا نصوبها ونركب ليها الرجيلات، وكيفاش غادي نقوم بتزيينها من الاول حتى للاخر ان شاء الله. عندي هذا النوع ديال الغراء، هذا النوع ديال الساق هو اللي كيلصق الزاج مع الحديد وكيتبتو مزيان. به غادي نلصق الرجيلات ديال هذا البلاطو هذا. ما تستعملوش شي نوع اخر اللي ما غاديش يلصق لكم ويخلي هذا الرجيلات يطيحوا دغيا. هذا النوع ديال الغراء هو الافضل. هانتوما شوفوا، غندير لها أربعة أرجل على هذا الشكل هذا. نثبتهم ونخليهم واقفين على هاد الرجيلات هادو واحد المدة حتى يشدو مزيان، ونتقلهم بشي حاجة قلب المراية، ونتقلهم بشي حاجة حتى يشدو مزيان، ونحاول يكون عندي توازن بين الأرجل باش ما يجيش البلاطو كيتمايل. في الوقيته اللي خليت البلاطو كيشدوا ليه الرجيلات وكيلصقوا مزيان، انا غادي نصاوب حامله ديال التمور تابعه ايضا لذاك البلاطو. هذا كان عندي تبصيل ديال الكريستال تهرس ليا وبقى لي هذا الرجل هذا، انا غنستغلو وغنصاوب به حامله التمور. غنزيد فوقو هذا التبصيل ديال الزاج هذا، وانتم شفتوا المنظر ديالو كيجي رائع. نفس الغراء اللي استعملنا قبيله غنستعملو دابا، هو اللي قوي في اللصاق ديال الزاج مع الزاج، نفس الغراء. نخدم بيديا باش نتحكم في المواد ديالي مزيان. نزيد واحد الكميه قليله صافي، كنلصق فوقو داك الصحن بالتساوي، نحاول نحافظ على التوازي ديالو يجي في الوسط. وغادي نخليه ايضا حتى هو مقلوب باش ياخذ مزيان، يلصق مزيان، ونتقلو حتى هو واحد شويه صافي. وندوز دابا للتزيين ديال الكؤوس ديال العروس. اما بالنسبه للكؤوس فعندي كؤوس ديال الزاج على هذا الشكل هذا، انا فضلت نزينهم غير بهاد الخيوط هذه ديال الحجيرات على هذا الشكل هذا، تري سامبل وكيجيو زويونين حتى في المنظر، راقيين بهذا الشكل هذا. عندي واحد الخطوط في الكاس وغادي نتبع دوك الخطوط وغنلصق عليهم بهذه الكره هذه.
الحجر الابيض كيجي راقي ومنظرو زويون ورائع. صافي كنتبع الفراغات اللي ما فيهاش لاكول، سنزيد واحد شويه كتجي هكا يا مايله للاسفل. صافي كنخدم على هذا الشكل، هذا كنزيد شويه د لاكول هنايا. صافي كنحاول عليهم حتى يبسوا على خاطرهم. نلصقو مزيان عاد ندوز للجهة الأخرى أيضا، تاهي نلصق لها هذا الخيط هذا ونجيبو شوية مايل لتحت هكا متمايلين. صوبت الكاس الأول هو راه شدات فيه الكول لاكول مزيان. هو على هذا الشكل هذا كيجي رائع وراقي وخفيف وظريف. ونتلاقاو في المرحلة الثانية إن شاء الله. الآن بعد ما نشفو هاد الرجيلات فاحنا غندوزو المرحلة الثانية، هي المرحلة ديال الزين ديال هاد البلاطو هذا. غنزينو بهاد الخيط ديال شواروفسكي. غنمشي مع الإطار ونجيب الدورة هكذايا ونبدا نلصق فيها. طبعا يكونوا القياسات متساويين. نبدا ندفع بالاصبع ديالي بحال هكايا قدام ونحاول يكونوا القياسات متساويين. منين نساوي القياسات صافي غادي نبدا نلصق بالغراء مره اخرى ان شاء الله. غنلصق بهاد لاكول هادي صغيرة ندير الكتات باش نلصق الزوايا، من بعد ونبدا عاد نلصق في الدور كله. باش السلسلة متبداش تهرب ليا الدجاج كيزلق بزاف. انا غنمشي غير للزوايا نتبع الزوايا هكذايا مرحله بمرحله غير بشويه الخاطر. نهبط على هذا اللصاق هكايا وكنكاد السلسله ديالي هكا. صافي غندور عليها كامله حتى نكملها وغنوريكم في الاخر.
من بعد ما زينت بداك الخيط ولصقته على هذا الشكل، كتجي على هذا الشكل، لصقته في الهامش. وهاد البلاصه هذه خليتها خاويه، حيت هاد البلاصه ان شاء الله غادي نزينها بالورود. ودابا غادي نخدم بهذا البيستولي، نستناه يسخن واحد شويه نخدم به. نبدا نلصق هاد الوريدات هادو ان شاء الله. حاول هاد البوكي ديال الورد يجي في الهامش ديال هاد البلاطو هذا. نتمنى يكون تيبان ليكم مزيان. حاولوا هذه تجي مفتوحه، هذو اللي في الهامش. طبعا دائما على حساب الاختيار ديال العروس، كاين العروس اللي كتفضل الالوان خاصه على حساب الفستان ديالها وعلى حساب البوفيه اللي كتكون مخدمه. حنا دائما كنتبعوا الاختيار ديال العروس والالوان اللي كتفضل انها تكون.
بالنسبه لهاد الهامش ديال لو بلاطو كنشدو واحد الريبون ديال هكا ياسينتا كنلصقو من هنايا غير باش الهوامش ما يخرجوش على هذا الشكل هذا. وكنطويه على هذا الشكل هذا. وكنوضعو هنا في الاخر ديال الوريدات على هذا الشكل هذا. ولكن قبل ما نلصقو غادي ندير ليه واحد الخيط باش خدمنا لاطو والكيسان غنديرو في الهامش ديال الوريده على هذا الشكل هذا. وكنجمع بيه هذا الريبون على هذا الشكل هذا وعاد كنحطو هنايا. صافي وكنلصقو. بالنسبه لهذا الحامل ديال التمور راه هو لصق لصقتو وحتى هو غادي نزينو بهذا الخيط ديال الاحجار نفس الشيء اللي درناه مع الكيسان نفس الشيء اللي درنا مع الكؤوس غنديرو كذلك مع هذه ديال حاملات التمور ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي نلصقوه بالكولا على هذا الشكل هذا. نبقى غادا كندور معاه بحال هكا تندورو الطبسيل كله نفس الدائره بقى مع هاد الدوائر هادو مع الدوائر وهاد الدائره الكبيره هادي تنكملو كله ان شاء الله وتشوفوا معايا كيفاش غادي يطلع. دابا كملت هادي كلها بهاد الخويطات ديال الاحجار دوزت هاد الخيط كله لصقتو دابا عاد لصق لي خليته واحد شويه حتى لصق مزيان وصافي نكون هكا قدينا البلاطو ديال العروس على هاد الشكل هذا حاملة التمور مع الكؤوس ديال الحليب للعروس. كتجي على هذا الشكل هذا نتمنى يكون جايبان لكم مزيان. بلاطو رائع راقي ما شاء الله. نتمنى وان شاء الله العروس اللي غادي تحتفل